قال أندريس إنيستا قائد برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة إنه سيترك النادي الكاتالوني نهاية الموسم الحالي. وأمضى اللاعب كامل مسيرته في صفوف برشلونة، ويملك هو وزميله الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي أكبر حصيلة من الألقاب على مدار تاريخ النادي برصيد 31 لقباً لكل منهما، وربما يرتفع الرقم إلى 32 لقباً إذا حسم برشلونة لقب الدوري كما هو متوقع الأحد المقبل عندما يواجه ديبورتيفو لا كورونيا. وكان الرسامي من أبرز صناع مجد برشلونة في السنوات الأخيرة. وكانت تقارير صحفية ربطت إنيستا 33 عاماً بفريق تيانجين كوانجيان، وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن مسؤولي الفريق الصيني قدموا عرضاً للاعب يصل إلى 35 مليون يورو سنوياً.